الاصدقاء، غادي نقدموا واحد العرض حول التنوع البيولوجي. كما تعلمون فالمغرب فهو يحتل المرتبة الثانية على صعيد البحر الابيض المتوسط فيما يخص التنوع البيولوجي، وذلك يعني المنظومات الإيكولوجية التي يتوفر عليها، وكذلك أصناف الوحش والتراث المادي واللامادي اللي كيتميز به المغرب في هذه المنطقة المتوسطية. إذن إقليم قلميم على غرار باقي الأقاليم الأخرى فهو يزخر كذلك بتنوع بيولوجي يحتوي على جوج ديال المناطق اللي تدخل في يعني مواقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، يعني فيها تقريبا 257 صنف من النباتات، 67 صنف من الطيور، 22 صنف من التيديات، و 23 صنف من الزواحف. هذا التنوع البيولوجي هناك واحد يعني البرامج اللي تقوم بهم يعني المديرية من أجل المحافظة يعني على هذه الأصناف النباتات، وكذلك المحافظة على الموائل ديالها. وكاين بعض الأصناف اللي كيتم يعني إعادة الاستيطان ديالها كالغزال ديال أغيس الهرمش، كذلك هناك أصناف أخرى من الطيور كالحبارة اللي كنشتغلوا مع يعني الجمعيات والمحميات ديال يعني دولة قطر من أجل الإكثار من هذا الصنف. كذلك هناك أنشطة أخرى تهم تشجيع السياحة الإيكولوجية من أجل التعريف بهذه المؤهلات الطبيعية وكذلك الثقافية. وكذلك هناك ما يخص يعني العروض ويعني مهرجانات وأيام دراسية حول التنوع البيولوجي من أجل التعريف به والأهمية ديالو، ويكون واحد تضافر الجهود ما بين جميع المتدخلين من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي. وشكراً.